للحكومة أنا فقير السبت مزيرة مجبودة. أطبون لك دلناك وعلاها إياه وعلاها مانش خاب تكبر. لازم منا نقطع عليهم الكهرباء بزاف علينا يا تبون بزاف علينا. ولكن يا سي تبون الموظف مازال يعاني. مازال علاه واقفين ضد البنانه خاوتنا وراك رايح بينا يا تبون يا تبون شنو نقول لك؟ اتخذت الحكومه قرار اللجوء الى. ولكن يا سي تبون المواطن البسيط ما ياكلش السيما وما يديشرش بالحديد. هذا حسن يعرفوا غير يسابوا راك عارفني سي تبون ما تقوليش ما نعرفكش. ها الحاج احمد بلاد كامله بلا تريسيتي والعرب يتفرجوا. ايوا التنفخ هذا لا تضحك راهم ضد باش يكون تبون ولو كان يصيبوا يختالوه جماعه ماك والله غير تلقاو نفس المصير. واش درت في قضيه الاموال الملهوبه؟ ولكن تبون راه هضر على القضيه الفلسطينيه اكثر من اللي راه هضر على الشعب الجزائري. وصلنا للوقت الصعيب صغير فينا راهو يشيب بقره اللي تم بلا حليب داروا فيها حاله. مانيش نقول لك صفق للرئيس ولا صفق للوالي ولا دفع على بلادك. اقسم بالله العلي العظيم وبكتابه الكريم أن أكون الخادم الوفي لبلدي. أفرحي وزغرتي يا مزغنا ولادك مازالهم عايشين. هذه هي القصبة ديالنا وحنا هما الجزائريين وحني حني حنانا وشنانا فلي محنوش. نعرف روحنا وأصلنا وفي طبيعتنا ما نزخوش. شادين في ربي مولانا ومن غير ربي ما نركعوش. القصبة المحروسة مزغنا ولد الترجال ما ماتوش. حاج حمد يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خاوتنا وخواتنا وين ما كنتوا هذا الحاج حمد يحييكم من الوسط للشرق للغرب من الشمال للجنوب. وما ننساوش خاوتنا اللي راه في الغرباء نحييكم قاع ونرحبوا بكم في هذا الفيديو اللي نتمناو يكون فيه الخير للبلاد والعباد. الحاجة الأولى خاوتنا رحبوا بالمشتركين الجدد اللي دخلوا للقناة وداروا فيها على كل حال الاشتراك. وكذلك نقدموا تحية لكافة خاوتنا المتابعين اللي راهم يديروا جام اللي راهم يبارطاجوا اللي راهم يعطونا ذوك التعليقات التشجيعية الزينة. ربي يحفظكم قاع سواء في الداخل ولا في الخارج ربي يحفظكم قاع. كذلك نرحبوا بخاوتنا المتابعين من ليبيا. الفيديو اللي فات تابعوا خاوتنا في ليبيا وبعثوا لي رسائل شكر وتقدير على كل حال وتشجيع. ربي يحفظ ليبيا وربي يحفظ خوتنا في ليبيا. كذلك خوتنا المتابعين اللي راهم داخل الوطن وخارج الوطن هذه تحية تقدير من عند الحاج احمد. ضربك خوتنا رايحين نهضروا على واحد الموضوع اللي شغل الساحة الدولية. واش من الموضوع هو القضية نتاع خوتنا في لبنان. خوتنا في لبنان كما راكم تعرفوا على كل حال أصرت عندهم أزمة هذو الأيام. هذه الأزمة تاعش هي أزمة الكهرباء. بون أزمة الكهرباء هذه ماهيش قضية تاع سوء تسيير ولا كذا لا. أزمة الكهرباء هذه اللي صارت في لبنان مفتعلة مقصودة. معناتها الأطراف اللي موراها هو كيان الصوص وكافة الدول والأنظمة اللي راهي مسانداتو كاع وقفوا ضد لبنان. علاه واقفين ضد لبنان أخاوتنا؟ واقفين ضد لبنان لأنه لبنان في المنطقة فماك من دول المقاومة كما قال الوزير تاعهم. الكرامة العربية راهي في لبنان، العزة العربية راهي في غزة، والكرامة العربية راهي في لبنان. على هذا اللي بغاو يعاقبوا لبنان. أيوا كي بغاو يعاقبوه بالكهرباء. راكم شايفين دولة كاملة بلاد كاملة بلا تريسيتي والعرب يتفرجوا. بون قبل ما نروحوا نهضروا العرب نهضروا على النتائج تاع الاسباب والنتائج تاع الكهرباء هذا اللي تاع الازمه تاع الكهرباء. ازمه تاع الكهرباء في بلاد لما بلاد كامله تعبس. الحاجه الاولى هما شبيهم وما بيهم زعما كيما نقولوا
لبنان كحكومة ولا كشعب ولا لا لا بيهم لبنان كمقاومة. أنا نعرف باللي لبنان فيه كما يقول لك الخليط من فيه المسلمين فيه المسيحيين فيه الشيعة فيه الدروز فيه واتفاق الطائف خلاهم يعيشوا في سلام على كل حال ونتمنى لهم دوام للهناء والسلام إن شاء الله. ولكن أعداء البلد أعداء لبنان أعداء العرب وأعداء المسلمين اللي هما كيان نصوص ما يعجبهمش الحالية، لأن المقاومة في لبنان راهي عصرت لهم الخلف في عينهم. هذه راهي غير البداية زعما ما بدات الحرب فهموا مليح. لذلك الكيان الصوص خمم في واحد الحيلة شيطانية شتي هي باش نضغطوا على المقاومة وباش نحبسوها وباش نفرينيها لازمنا نقطعوا لهم الكهرباء. هايوة وفعلا نجحوا في الخطط تاعهم بالضغوطات الدولية وكذا وكاع. المادة الأساسية اللي تشغل الأخرين تاع الكهرباء على كل حال هي مادة الفيول. مادة الفيول خلاصت في لبنان على كل حال. كانت علاقات تجارية تاع لبنان مع العراق اللي كان يزودها بهذه المادة، كان عقود تجارية بيناتهم على كل حال. ونحيوا خوتنا العراقيين ولكن باعتراف مسؤولين لبنانيين أنه في ذلك الوقت يعني في الوقت تاع الصيف وتاع السخانة وكاع مادة الفيول حتى في العراق يكون عليها الطلب بزاف ولذلك ما تكفيش ولكن لما صارت القضية خوتنا لبنان صاب روحه وحده. كانت شوف كانت تقريبا معظم دول العالم تقول لبنان راني معاك، من بينهم فرنسا نهضروا بكل صراحة فرنسا عندها يد كبيرة في لبنان. أيوة كذلك دول عربية ودول خليجية أنا نقول لك شوف كاع كانوا يشاهدوا بلبنان، لبنان رانا معاك، لبنان صديقة، لبنان شقيقة. ولكن لما صارت الأزمة لبنان القاور وحم وحدهم وهي في الواقع لبنان ما القاوش وحم وحدهم، لا ناضوا واحد البلاد قالوا لهم رانا هنا بالرأس المرفوع واني في الطالع. قالوا لهم يا لبنان ما كمش وحدكم، رانا هنا إلى كامل العالم وقف ضدكم احنا رانا معاكم. شكون هذا البلاد خاوضنا؟ الجزائر. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حينها لما سمع بالخبر عطى أوامر صارمة وقال شارجي الفيول كاين عندنا، شارجي في البابور وبعث. ما كان لا ورق لا اتفاق لا عقد لا ولو، شارجي وبعث. وفي هذا الوقت اللي نهضروا فيه ربما السفينة راهي وصلت، قالك عندها 6 أيام تعطريك. أيوة على كل حال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعطي أوامر صارمة والفيول يقلع من الجزائر حتى لبنان. علاه؟ لأنه الجزائر دولة وشعبا ما تسمحش في الأصدقاء وفي الأشقاء. الجزائر دولة وشعبا عندها النخوة العربية. كيفاش خويا العربي تضربه قدامي ونسكت؟ والله ما نسكت، جدك كسرة نقسمه معاه. هذو هم الجزائريين وهذه هي العروبة وهذو هم المسلمين. هذا هو الإسلام، ماشي خوك يدق تقول فيه وانت ساكت. الجزائر وعلى رأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أعطى أوامر وشفتوا على كل حال رد فعل بعض المواقع والإعلاميين والسياسيين وشفتوا الحمد لله حتى اللبنانيين خوتنا اللبنانيين على كل حال. نقول لكم بلي احنا رانا معاكم، لانكم محور مقاومة، محور الصمود. انتوما فمك في المنطقة محور الصمود ومحور المقاومة. باذن الله اللي يضركم ضرنا وباذن الله ما يضركم حتى شيء. ضروك خوتنا بغيت انا نهضر مع الرئيس عبد المجيد تبون. علاك دير لنا هكا وعلاه؟ والله لا سيريو راني نهضر معاك سيريو، علاك دير لنا هكا زعما؟ علاه كل مرة تخرج لنا الخرجة هذه زعما بيتكت لنا من الفرحة، بيتكت لنا من الفخر، بيتكت لنا بالاعتزاز ولا كيفاش؟ اضربك انت يرحم بك. كل مرة تخرج لنا خرجة، رانا كل مرة ما نجو نكملوا مع قضية إلا وخرجت لنا بقضية واحدة أخرى.
لا 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 المخزن قلت لهم علي كوشي. اسبانيا عاود تربيتهم، فرنسا حطيت لها حد وجبت السفير وقلت لها يا اما تمشي كيما نبغي انا، وجاك وجاك الرئيس الفرنسي يحلل الامارات، رئيس الامارات جاي يحلل. كل مره تخرج لنا خرجه كيما دي تخلينا انا مش مريس انا مرفوعين بزاف علينا، يا تبون بزاف علينا، يا ويقبوا علينا الحساد، يجيدوا يقبوا العديان. رانا ما نكملوش من حاجه حتى نفرحوا بحاجه واحده اخرى. اوضرك نبقاو معاك غير انت كل مره تفرح فينا بالمواقف، ولا راك تفكر فينا بالسبعينات، المواقف تاع الجزائر، المواقف تاع الجزائر والشعب الجزائري والدوله الجزائريه. هتبون لك درنا هكا ولا ليا وعلى ماناش خاوتك، ول ماناش خاوتك، ول خلينا بعدك بالحاجه بالحاجه كي نكملوا الفرحه تاع حاجه روحنا لحاجه واحده اخرى. وفم فم ضرب بعطيه ضرب بعطيه ضرب بعطيه من تصريح تاع غزال للقضيه تاع لبنان. او وين راك رايح بينا، وين راك رايح بينا يا تبون يا تبون؟ شنو نقول لك؟ الله يحفظك والله يسترك والله ينصرك. والله اعلك وصفك رائع وجميل الحاج احمد. ضربك خاوتنا، خلونا نروحونا هضروا على الحدث اللي راهي عايشته الجزائر وهي الانتخابات الرئاسيه. ايوه لازمنا نرافقوا هذه الانتخابات على كل حال وكل مره نهضروا عليها. البداية تاع الحملة الانتخابية الحمد لله بدات شوية راكدة، بدات شوية راكدة، ولكن راني راح نهضر على الانتخابات الرئاسية من خلال المترشحين والشيء اللي لاحظته. ايوا كما تعرفوا عندنا ثلاث مترشحين، عندنا السيد حسني مرشح حزب حمص، كذلك عندنا الاخ أوشيش المرشح حزب لافافاس، وعندنا المترشح الحر عبد المجيد تبون. الحاجه اللي لاحظتها خاوتنا انه الحمله الانتخابيه باديه، رغم انه زعما مازال ما سخنتش سوا سوا، ولكن باديه بمستوى عالي مستوى عالي. واكتشفنا شخصيات على كل حال ما شاء الله عليها، من بينهم مرشح حمص الاخ حسني. الحق تاع ربي، الحق تاع ربي، الله يجعل تسمح لي سي حسني، الله يجعل تسمح لي. في الاول نهار اللي رشحتك حماس قلت انا حماس مالها رشحوا انسان مش معروف، وقلت انا هذا حسني يعرفوا غير سابو. نهضر معك بصراحه، فاذا بخلال الحمله نكتشف اطار لاباس به ورجل ما شاء الله عليه في الحديث تاعو، في الهضره تاعو، في الوطنيه تاعو، في الغيره تاعو للبلاد، ما شاء الله عليك سي حسني. والله لا اكتشفنا ايضا، انا كنت نقول اودي حماس مالهم، عندهم مقري، عندهم ابو زوره سلطاني، عندهم اداره ياسر، كيف جابوا واحد مش معروف؟ فاذا بهم حماس راهم عارفين اش راهم يديروا، كل مره يخرجوا الاطارات. ولاده حماس حمص حمص ولاده حزب ولاد للاطارات على كل حال. سي حسني والله اللي نحييك، والله اللي نحييك على المستوى العالي تاع الحمله الانتخابيه اللي راك دير فيها. كذلك خونا أوشيش من حزب الافافاس، حزب الافافاس على كل حال راكم تعرفوا النضال تاعو وتعرفوا التاريخ تاعو وتعرفوا المؤسس تاعو. بلا ما يهضر لكم عليها الحاج احمد، هذه المره قرر انه يشارك، شارك كذلك بشاب شم ما شاء الله. شوف المستوى، انا تبعته مع وسائل اعلام اجنبيه والحوارات اللي دارهم يا خويا ما شاء الله. سي أوشيش والله الا ما شاء الله عليك، خوتنا في لافافاس عرفتوا شنو تختاروا، والله الا عرفتوا شنو تختاروا، يعطيكم الصحه. بالنسبه لاحزاب الائتلاف اللي راهي مدعمه المرشح الحر عبد المجيد تبون على كل حال، هدرت عليكم بزاف على كل حال، هدرت بزاف وما زال ما كمش عاجبيني. بون انا راني عارف اللي راكم تخدموا الحزب الحمله لارواحكم الانتخابات الجايه، كاين باذن الله تعالى تكون انتخابات محليه وانتخابات تاع البرلمان وكاع على بالنا، راكم توجدوا في رواحكم. ولكن خاوتنا الاحزاب والله ماكم طايحين فيها كاع، والله معليش راكم تقنعوا في المناضلين تاعكم، الله يعاونكم، الله باش ما نكثرش معاكم، الله يعاونكم، قنعوا المناضلين تاعكم هذا مكان. خاوتنا ضروك رايحين نروحوا نهضروا على المرشح عبد المجيد تبون. مرشح عبد المجيد تبون على كل حال احنا درنا معه حوار كيما بدار الحوار تاع الحاج احمد راكم تعرفوهم. ايوا درنا معه حوار، ولكن شنو بغيت نقول؟ لا 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 قبل ما نبدا نروحوا للحوار تاعنا مع عبد المجيد تبون على كل حال، شنو بغيت نقول المرشح حماس الاخ حسني والمرشح الافافاس الاخ أوشيش،
والله الا نتوما نعمه ما شاء الله ونحييكم ويعطيكم الصحه، ولكن الله غالب سمحونا عندنا مرشح تاعنا اللي هو عبد المجيد تبون. والله لو كان ما كانش عبد المجيد تبون مترشح والله غير نمشي مع واحد فيكم وندعم واحد فيكم. ربي يحفظكم. ضروك خاوتنا واخواتنا، نرحبوا بكم في حوار خاص، حوار داروا الحاج احمد معامل مع المرشح الحر عبد المجيد تبون. حوار الحاج احمد حوار صريح، حوار راح تسمعوا فيه امور اللي ما سمعتوهاش في بلاصه واحده اخرى، حوار راح يكون جريء جدا، حوار ماهوش كيما ذاك الحوارات تاع ايوه حوار الحاج احمد، حوار واعر. تبعوا معنا خوتنا واخواتنا، باسمكم جميعا نرحب بالمرشح الحر عبد المجيد تبون. عبد المجيد تبون راكم تعرفوه، على كل حال اقضى عهدة كرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وعاود ترشح للعهدة الثانية، رايحين نطرحوا عليه أسئلة ورايح يجاوبنا على كل حال. الحاجة الأولى، مرحبا بك سي عبد المجيد تبون. على كل حال نتمنى إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله، راك عارفني راك عارفني سي تبون، ما تقوليش ما نعرفكش. ها الحاج أحمد، الحمد لله يا ربي الحمد لله. ها يا سيدي الحمد لله، راك تعرفني الحاج أحمد. أيوا بارك الله فيك سي تبون، بارك الله فيك. الله يبارك فيك سي تبون، رايح ندير معاك حوار صريح ورايح نطرح عليك أسئلة جريئة ورايح تجاوبنا بكل صراحة ولكن بلا زعف. إن شاء الله إن شاء الله على بركة الله. سي تبون، الحاجة الأولى ولا السؤال الأول، قبل ما تبدأ الموندا تاعك كرئيس في ذاك الوقت، شاي الحاجة اللي تذكرتها وحفزاتك وخلاتك تتحدى الأوضاع نتاع ذاك الوقت؟ كلنا نتذكر خطاب آنذاك نتاع المسؤولين السياسيين لما يقول ما عندناش دراهم، لا غالب ما بقى والو، ربما الأجور تاع الشهر الجاي ما نسدوها لكمش، وهلما جر من خطاب انهزامي. هذه ما كانش اللي يقدر يكذبك فيها سي تبون، هذه كانت في نتفكرها مليح مليح، كانت في 2017 وانا درت عليها غنية قريب بسيط. صعيب صغير فينا راهو يشيب، بقرة اللي تم بالله اللي داروا فيها حالة، قالوا لي لازمك تفهم راح الموس وصل للعظم، قالوا لي لازمك تفهم راح الموس وصل للعظم، لهم وسكون اللي يحكم وصلنا لذي الحال، قلت لهم وسكون اللي يحكم وصلنا لذي الحال، وصلنا للوقت الصعيب صغير فينا راهو يشيب، بقرة اللي تم بالله اللي داروا فيها حالة، قالوا هذي عزمة حادة لازم نطفعوا الصوار دار، هذه أزمة حادة لازم نطفع الصوار دا، قلت لهم وسكون لي دا وسكون لي هدالة، قلت لهم وسكون لي دا وسكون لي هدالة، وصلنا للوقت الصعيب صغير فينا راهو يشيب، بقرة اللي تم بالله اللي داروا فيها حالة، بطل بطرون عالخزينة راهي في النزول، هذا ما لقينا من الحلول عليكم عوالة، هذا ما لقينا من الحلول عليكم عوالة، وصلنا للوقت الصعيب صغير فينا راهو يشيب، بقرة اللي تم بالله اللي داروا فيها حالة،
وخططكم ما هو صحيح، بخط تحكي ضرب الريح، مخططكم ما هو صحيح، بالخط تحكي ضرب الريح، دراهمنا راحوا في السطح راحوا مع الجوالة، دراهمنا راحوا في السطح راحوا مع الجوالة، وصلنا للوقت الصعيب صغير فينا راهو يشيب، بقرة اللي تم بلا حليب فينا راهو يشيب، وصلنا للوقت الصعيب أسخير فينا راهو يشيب، بقرة اللي تم بلا حليب داروا فيها حالة، بقرة اللي تم بلا حليب داروا فيها حالة، بقرة اللي تم بلا حليب داروا فيها حالة، بقرة اللي تم بلا حليب داروا فيها حالة. سي تبون ضوك خلينا نطرحوا عليك واحد السؤال صريح. ايوه وجاوبنا بكل صراحه، العهده اللي فوتها كرئيس كيفاش كانت هذه العهده؟ لقد كانت العهده الاولى صعبه. وعلاه كانت صعيبه؟ سي تبون فهمنا برك علاه، ولا الشيء الحاجه اللي خلاتها تكون صعيبه؟ تشاهدوا انذاك ان الجزائر كانت على شفا حفرة، كانوا حابين لها السقوط عمدا حتى يهدموها مثل ما هدموا بلدان عربية أخرى، ولكن الحمد لله الشعب نتاعها هو اللي انقذها بمعية الجيش الوطني الشعبي. عاود لي شكون اللي انقذها؟ الحمد لله الشعب نتاعها هو اللي انقذها بمعية الجيش الوطني الشعبي. با 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 هاكم تشوفوا يا خوتنا، يا سي تبون انت 5 سنين وانت رئيس، 5 سنين وانت تقاوم، 5 سنين وانت تخدم موندا كومبلي، ولما هدرت ما قلتش انا اللي انقذتها، قلت الشعب اللي انقذها بمعية الجيش الوطني الشعبي. هنا سي تبون والله لا ماركيت لي بتيبو، راك ماركيت لي بتيبو، ها هو حقك. ايوا خاوتنا نواصلوا الحوار تاعنا مع المترشح الحر عبد المجيد تبون. ضروك يا سي تبون على كل حال رايحين نهضروا على امر مهم اللي هو الاقتصاد والميزانيه. ايوا حنا نعرفوا يا سي تبون باللي العدو نتاع الاقتصاد هو التنفخ. ايوا التنفخ هذا لا تضحك اضحك اش تبون تضحك عليا ولا التنفخ؟ انا مانيش قاريه نقول التنفخ، مانيش عارف انا صاحب الاقتصاد كيف يسموه. التضخم ولا التنفخ غير كيف ما تضحك عليا ما والو. المهم حنا نعرفوا بلي هذا التنفخ ولا هذا التضخم هذا على كل حال هو من بين الاسباب تاعو، على كل حال من بين الاسباب تاعو حنا رانا نعانوا منه، علينا منه ياسر. ايوه من بين الاسباب تاع هذا التنفخ ولا هذا التضخم هذا كما كيسموه الاقتصاديين، من بين الاسباب تاعو هي الطبع تاع السوارده، الدراهم اللي طبعوهم في ذاك الوقت ديشات وديجيت وديجناف. ايوه كي طبعوا الدراهم في ذاك الوقت احنا قلنا كلمتنا، قلنا راينا به بطريقه فنيه، تبعوا معنا اش قلنا ذاك الوقت. لكن بعد 3 سنوات من الصمود شدت الأزمة أكثر، كما نقوله بالعامة وصلنا موسم عظم، والحمد لله كذلك مرة أخرى بفضل حكمة سيادة رئيس الجمهورية اتخذت الحكومة قرار اللجوء إلى استدامة الخزينة العمومية من عند البنك المركزي أو ما يسمى في لغة خبراء المال بالتمويل غير التقليدي. شو قدرت فول؟
يا وراني كوريكتي في الفيسبوك ابوي الباكسبوك 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 يا وليدي خلينا من المواقع وفهمني شو راه صاري في الواقع وك راهي باينه ابوي راهي باينه قال لك الازمه راهي كبيره والموس وصل للعظم وقال لك لازم يطبعوا الصوار دا با يخرجوا من هذه الازمه اللي راهم فيها ابوي روح انت ما عندكش فهمه تاع كاع ابوي ترى فهم انت ابوي ابوي يا البترول راه هابط والدراهم راه مقلال ايه الحكومه باغي تمشي صوالحها لازم لها تطبع الدراهم عرفتها والله الا عرفتها من نهار قلعوا الامير مصوردا تاعنا وداروا لنا ذوك البهايم عرفتها باللي البركه تروح مع الامير معليش ابي معليش شدها وتزول هاي الحكومه دروك طبعت الدراهم دروك نخرجوا من هذه الازمه اللي راهو فيها وتبدا الحاله هايله ابوي يسمى هذه تاع الصوارده اللي يطبعوهم يسمى كشغل الحكومه بدير فوتوكوبي ايوا تاع الفوتوكوبي صح صح هاك هاك شيت حكم عليا هذه 100,000 روح دلها 10 فوتوكوبيات خلص مول الحانوت اللي سنه ودهم البوشي جيب لنا رجله تاع الحم لا فوتوكوبي اه واه بوي لا 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 ممنوع الشيء اللي راك دير فيها تاش ممنوع هذا ممنوع ابوي ممنوع كان ممنوع لا والو حلال للحكومه حلال علينا والازمه نقبلوها بالفوتوكوبي يقول 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 الحاج احمد يقول راكم شفتوا يا خوتنا وراك شفت ايش يتبون احنا ذاك الوقت على كل حال هدرنا بطريقتنا الفنيه على كل حال انا الحاجه اللي همتني ايش يتبون الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين لما قبضت رئيس شحال لقيت النسبه تاع التنفخ هذا شحال لقيتها وشحال راه يضربك كان بنسبه 11% بالتقريب رانا هبطناه ل 6.5% ونزيدو نهبطوه با 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 با, با, با 11% 11% اش يدبون الله يرحم الوالدين قلنا كيفاش لقيت الوضع الاقتصادي وكيفاش راه دروك كان اقتصادنا هو المتاخر في القاره كان يقولوا ما عندناش دراهم ما بقالناش ما... اقتصادنا اصبح هو الاقتصاد الثالث في افريقيا ومازال يزيد يطلع ان شاء الله مازال يزيد يطلع لان بالعمل والبرنامج اللي مسطرينه الدخل القومي تاع البلاد يطلع ل 400 مليار دولار ان شاء الله هنا معناتها باللي نسبه النمو الاقتصادي راهي مليحه على حسب الهضره تاعك نسبه النمو الاقتصادي راهي مليحه حتى لوين وصلت هذه النسبه يا شي تبون وصلنا الحمد لله اليوم في البحر الابيض المتوسط ولما نقول البحر الابيض المتوسط بما فيها الدول الاوروبيه تاع البحر الابيض المتوسط ولا واحد وصل النسبه المئويه تاعنا تاع النمو الاقتصادي 4.2 4.2 ما شاء الله ما شاء الله يبارك اللهم لا حسد 5 في عين الحسد 5 في عين المخزن ايوا سي تبو 4.2 هذه نسبه مليحه معناتها المداخيل تاع الخزينه العموميه تحسنت لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة توصل الميزانية تاع الدولة إلى 113 مليار دولار ها الناس اللي كانوا يقولوا لكم ما عندناش الدراهم ما عندناش الفلوس وممكن شهر جاي ما نخلصوكمش الحمد لله 113 مليار دولار ما شاء الله ما شاء الله 5 في عين الحسد 5 في عين المخزن الحمد لله يا ربي اللهم أديمها نعمة وزيد ولكن ناس يتبون بغيت نسقسيك برك ما تشوفش باللي المداخيل تاع الخزينه هذه 113 مليار ما تشوفش باللي ودي على جا البترول طالع ها والسومه تاع البترول لا لا احنا نبيعوا البترول ايوا ادروك انا ونقبض رئيس انا ونقبض رئيس نقعد نديروا كرع فوق كرع والريح نبيع البترول الخزينه المداخيل تاع الخزينه تطلع ولا راني غلط ماهوش السعر تاع البترول اللي جابها لأن الكارثة كانت موجودة في البلاد لما البترول كان يدير 140 دولار البرميل ما هو السعر هو الوعي النزاهة ومال العام لا يمس ما حرام والله إلا عندك الصح يا شي تبون الكارثة كانت في البلاد لما كان البترول يدير 140 دولار هذه حقيقة ما ينكرها إلا جحد
أيوة خوذنا نواصلوا الحوار تاعنا. سي عبد المجيد تبون، سؤال صريح وجاوبني. أيوة، أنت خدمت رئيس خلال العودة تاعك على كل حال، وحسب المعلومات اللي راي أمامي لهنا، حسب المعلومات اللي راي أمامي هنا، أنت كنت رئيس. أيوة، كنت تخلص مليح. قولك تضحك، ما تضحكش سي عبد المجيد تبون. يا إما كنت تخلص مليح، يا إما ما كنت تخلص. الحمد لله. أيوة، على بالي، على بالي بلي كنت تخلص مليح، على بالي بلي الشهرية كانت تجيك مضلضلة. الله 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 الله، الله يبارك ويزيد. بصح عمرك ما خلصت لنا قهوة منها الشهرية تاعك، عمرك ما خلصت لنا قهوة منها. ما عليناش يا سيدي، ما عليناش، ما يهمناش. سي عبد المجيد تبون، انت كنت تخلص مليح، الميزانية تاع الدولة تحسنت، درت منحة البطالة للبطالين، وهذه نشهدوا بها أننا أول دولة عربية تدير منحة البطالين للشباب تاعها. هذا الشيء ما قلنا عليه والو. ولكن يا سي عبد المجيد تبون، ما دام انت كنت تخلص مليح، الموظف العامل البسيط تبع هذا الموظف البسيط يا سي عبد المجيد تبون اللي راه يقول يا الحكومة أنا فقير والسبتة مزيرة مجبودة. أيوة، بما أنك أنت كنت تخلص مليح مدلدلين. أيوة، كنت تخلص مليح والميزانية تحسنت، هذا الموظف اش تدرت له يرحم باباك؟ قلت نرفع القدرة الشرائية نتاع طبقة الكادحة، طبقة المعوزة، طبقة الوسطى، نحي لهم الضرائب. ونحيت الضرائب، اول قرار خديته نحيت الضرائب على كل المرتبات لاقل تساوي ولا اقل من 30,000 دينار، 3 ملايين سنتيم على ذاك. وبدينا في رفع الاجور اللي وصلت في نهايه السنه الماضيه الى 47%. الحمد لله. بصح يا سي تبون، يا سي تبون، صح قلعت الضرائب وصح رفعت الاجور حتى وصل حتى ل 47%، هذه ما كاش اللي يقدر ينكرها. ولكن يا سي تبون، الموظف مازال يعاني. مازال نزيد نرفع في الاجور يا سي تبون، وكي تعاود تزيد علاه تجي ترفع الاجور يا سيدي؟ تجي انت ترفع الاجور من وعصابه الاسعار تقلعها لنا من ضروك؟ واش الفايده؟ واش الفايده كي ترفع الاجور والاسعار تزيد؟ والراي الفايده اللي هنا يرحم باباك، الموظف مازال يعاني، انت تزيد له منه في الراتب تاعو. بصح العصابه تاع الاسعار، العصابه تاع الاسعار هي اللي ما خلاتش هذا الموظف البسيط يفرح بلابي تاعو ولا يدس شويه ولا. هذه المشكله، والراي راي في الاسعار، وكي تزيد علاه يرحم باباك. قول لي كيفاش رايح ترفع ولا تحسن القدره الشرائيه، كيفاش رايح ترفعها؟ نقوي القدره الشرائيه، نقويها بمحاربه المضاربه، نواصل محاربه المضاربه، تسقيف الاسعار، تقويه الدينار الجزائري. ايوه، هنا رانا وصلنا لها، هنا رانا وصلنا لها، تقويه الدينار، محاربه المضاربه، والاساس هو تسقيف الاسعار. تسقيف الاسعار هذا عندي سنوات وانا نهضر عليه، سنوات يا سي تبون، سنوات وانا نهضر. الحاج احمد هذا المواطن البسيط عنده سنوات هو يهضر على تسقيف الاسعار. الحمد لله اللي وصلك النداء، الحمد لله. بون، ماشي غير الحاج احمد وحده اللي يهضر، لا، كاين مواطنين بزاف، كاين صفحات بزاف، كاين ما شاء الله عليهم. المهم وصلك النداء. ولكن سي تبون، بغيت نعرف انا حاجه برك، شاهي ضامنه، شاهي الحاجه اللي تضمننا بلي رايحك تسقف في الاسعار؟ راني اعطيتكم كلمه شرف بلي ما نخلي حتى جزائري في المؤخره.
أيوة كلمة شرف. وما دام يا سي تبون أعطيتنا كلمة شرف، حنا كذلك والحاج أحمد يعطيك كلمة شرف باللي رانا واقفين معاك كيما راك واقف مع الزوالي. ضروك خاوتنا واخواتنا، خلونا نروحوا نشخصوا عبد المجيد تبون في واحد الجانب مهم. ايوا جانب مهم هو جانب الازمات. من بين هذه الازمات يا سي عبد المجيد تبون ازمه الزيت كل مره تكرر. شوف ما ندرقوش الشمس بالغربان، رايحين نهضروا، قلنا نهضروا بصراحه. ايوا سي عبد المجيد تبون واش دار باش ازمه الزيت ما تزيدش تتكرر؟ لأول مرة منذ 62 سنة الجزائر اليوم راح تنتج الزيت نتاعها. هذا هو الزيت الجزائري 100%. هذه يا سي عبد المجيد تبون حتى واحد ما يقدر ينكرها، نفهمه مليح، واحد ما يقدرش ينكرها. وكيما كانت أزمة في الزيت كانت أزمة في السيمة. لا إله إلا محمد رسول الله، هذه كاع الناس عرفتها، الناس خلصت. عبد المجيد تبون واش درت لنا في قضية السيمة؟ هذه 7 سنين كنا نستورد السيمة، كنا نستورد 3 ملايين طن حتى 2018. اليوم راني ننتج 40 مليون طن. اليوم راني نصدروا الإسمنت لإفريقيا وحتى أوروبا. برضو عليك ما شاء الله. على كل حال بارك الله فيك يا سي تبون. الله يبارك فيك. هذه حتى واحد ما يقدر ينكرها. اللهم زيد وبارك. 5 في عين الحشاد، 5 في عين المخزن. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. ولكن يا سي تبون السيمة يجيب لها الحديد الرابطة كنا نستوردوه حتى سنة 2019-2020. اليوم راني نصدر الرابط نتاعنا مشى للولايات المتحدة. ما شاء الله. ولكن يا سي تبون تبعني مليح، هذه القضية تاع السيمة وتصدير الحديد حتى الأمريكان ما شاء الله، الحمد لله. ولكن يا سي تبون المواطن البسيط ما ياكلش السيمة وما يديشرش بالحديد. المواطن البسيط تهمه الفلاحة، ولا راني غلط؟ إن شاء الله السنة المقبلة نوصل الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب والشعير، ما نزيدش نجيب كيلو شعير من الخارج، والمايس الذرة كذلك. هذه اللي تفيد الاقتصاد نتاعنا، والمال اللي كنت نستورد به نصرفه على المواطنات والمواطنين وولادهم. هذه يا سي تبون ما ينكرها الا جهاد، نتفاهموا مليح. هذه القضيه تاع الحبوب كاع الناس تشهد بها والحمد لله. شفتوا العام هذا اللي فات على كل حال المنتوج كيفاش كان، حتى بعض الحصاد قال لك ذكاء اصطناعي من كثره اللي داخو وخلعوا، قال لك ذكاء اصطناعي. هذه يا خويا لا اله الا محمد رسول الله، ما ينكرها الا جاحد، والله ما ينكرها الا جاحد. وفي ذي يا سي تبون نقول لك برضو عليك. بصح انا بغيت نعرف حاجه برك شاهو المبدا تاع تبون اللي راه يتبع فيه، المبدا اللي يتبع فيه في الميدان تاع الصناعه وتاع الفلاحه. لا خير في امه تاكل مما لا تنتج وتلبس مما لا تنسج. با 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 با. لا خير في امه تاكل مما لا تنتج وتلبس مما لا تنسج. هاي لهذه سأصمت قليلا. والله أعلق وصفق رائع وجميل الحاج أحمد. يا شي تبون رانا هدرنا على مواضيع بزاف، هدرنا على الفلاحة، هدرنا على الأجور، هدرنا على الصناعة، ولكن راه كاين واحد الموضوع مهم بزاف وأزمة كبيرة راه يعاني منها المواطن. شي هي السكنة. أيوا السكنة هذه أزمة عندها سنوات، معلاش نقولوا غير في الموضة تاعك، لا من اللي سقلينا وهذا الأزمة تاع السكن ماشية. ولكن خلال العهود تاعك حنا شفنا بلي ودي شربيت سكنات بزاف، الآلاف تسربت من مختلف السيار. أيوا
ولكن يجي تبون كاع هذا الالاف اللي تربات والازمه تاع السكن ما زالت، وما زال بناء الفضاوي، وما زال بناء القصديري، وما زال بناء الهج، الناس راهي تعاني. انا على الحاج احمد اعوذ بالله من قولت انا خرجت للولايات من خلال العمل تاعي مع القنوات، قنوات اللي خدمت فيها على كل حال، كنت نخرج ونشوف هذه الازمه في مختلف الولايات ما زالت عندنا هذه الازمه. يا سي تبون واش رايح تدير باش ما نقولوش تقضي على الازمه 100%، 60%، 70%، 80%؟ يا سيدي واش رايح تدير باش المواطن اللي راه يعاني من ازمه السكن باش تطمنوا؟ واش رايح تدير له في هذه القضيه؟ في العهده هذه ان شاء الله نزيدوا 2 مليون سكن ان شاء الله، كل أصناف تاعو، وبالأخص السكن الريفي والسكن الاجتماعي. با 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 2 ملايين، 2 ملايين، الله يبارك ويزيد، الله يبارك ويزيد. 5 في عين الحشاد، 5 في عين المخزن، لا إله إلا محمد رسول الله. 2 ملايين مشروع، 2 ملايين سكن، 2 ملايين يا 2 ملايين. خويا اللي راه عندك ازمه تاع سكن، انت اللي راه عندك ازمه تاع سكن وراك راك في القصديري ولا راك في الفوضاوي ولا عندكم الضيق في داركم ولا المشروع تاع 2 ملايين سهل باه يتحققها ولا لا سهل؟ مش قضيه تاع سيما وكاع، لا سيما اللي كملنا معاه والحديد وكاع، لا تبعني تبعني منها. شوف سهل باه يتحقق المشروع تاع 2 ملايين، 7 سبتمبر ان شاء الله تروح، 7 سبتمبر تروح تفوطي ودير الورقه تبون يتحقق لك 2 ملايين سكن. هذا مكان شي تبون. خلينا نهضر في موضوع مهم، ايوا قضيه تاع الولايات. هذا الموضوع راه داير حساسيه بين الناس. كاين على بالك احنا شفنا الميزانيه تحسنت، وانت راك تقول الميزانيه تحسنت والحمد لله. كاين ولايات اللي التنميه فيها مشات، الوجه تاعهم بان الوجه. كاين ولايات على كل حال بلا ما نذكرهم، ولكن يا سي تبون في نفس الوقت كاين ولايات على كل حال مازالوا في المؤخره ومازال ما استفادوش. نوعدكم ما نخليش ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما نخلو حتى ولايه في المؤخره، كل ولايه تستفاد. يا سي تبون ما عليناش، هذه هايله، ولكن يا سي تبون انت خرجت لعده ولايات، بون ماهوش بزاف على كل حال، ولكن خرجت لهم، نالوا شرف الزيارة تاع رئيس الجمهورية، أيوا، ولكن كاين ولايات اللي ما خرجت لهمش، من بينهم مثلا الولاية اللي نسكن فيها أنا، ولاية شلف مثلا، أسيدي ما جيتهاش كاع، ها ما جيتهاش أسيدي تبونا كيفاه، أو كيفاه أسيدي تبونا، أو شلف ما تزورهاش، أو شلف ما زرتهاش وما تزورهاش ولا كيفاه، أو فهمنا أسيدي تبون، هنا بغينا نفهموا، كيما نقولوا شلف على ولايات محقوره، ولايه محقوره شلفوا كاين عده ولايات انت مازال ما خرجت لهمش. يا سي تبون انت مازال ما خرجت لهمش دروك هذه الولايات على كل حال ما استفادوش، والحاله تاعهم بكل صراحه يا سي تبون والله العظيم الحاله تاعهم ما تعجب. انا نعطيكم كلمه شرف ان ما نخلو حتى ولايه في الحاله اللي راها فيها. وحنا كذلك يا سي تبون نعطوا كلمة شرف باللي ما نخلو حتى صندوق تاع انتخاب إلا وفيه عبد المجيد تبون. سي تبون أنت في واحد التصريح قلت وهضم الشعب وهضم الأموال تاع الشعب مشات خرجت برا. ايوا هذا التصريح يا سي تبون يفكرنا بواحد التصريح عنده سنوات. ايوا على بالك راهي كاينه دروك، راهي كاينه التكنولوجيا، الانسان الحاجه اللي يهدرها راهي تبقى. تبع معنا هذا التصريح اللي قلته عنده سنوات. انا الاموال تسترجع معروفه راها في البارادي فيسكو، معروفه راها في استثمارات هنا وفي الخارج، معروفة في ممتلكات، معروفة ومعروفة ومعروفة. ولكن سمعت وين راه الجزائري منهم انتوما اللي سمعش واحد يقول باش نستثمروا 200 مليار في الولايات المتحدة. أنا نقول لك استرجاعها ممكن، وممكن جدا.
أيوة هذا تصريح السيد تبون عنده سنوات، وانت كنت رئيس خلال العهدة السابقة. بكل صراحة السيد تبون، واش درت في قضية الأموال المنهوبة، أموال الشعب اللي نهبتها العصابة؟ قلنا بكل صراحة واش درت. بدينا نرجعوا في الأموال، رجعوا في الأموال والممتلكات المسلوبة متاع الشعب. استرجعنا الاقتصاد الوطني 51 مصنع، رجعوا ليه العمال تاعو اللي كانوا موقفين هذه ربع سنين. رجعنا حتى أوتيل خمس نجوم في مدريد، رجعناه. درنا استنابات قضائية 32 دولة باش نسترجع المال اللي راه موجود في 755 حساب بنكي في الخارج. وهذا الامر يدينا به نحضروا على السياسه الخارجيه تاع الجزائر. ايوا يا سي تبون، شفنا الجزائر ذات مواقف صارمه مع بعض الدول. ايوا يا ترى كان لازم اننا ندوا هذيك المواقف؟ اللي ما يحترمش الجزائر وما يحترمش الجزائريين والجزائريات ما نحترموهش، ورانا له بالمرصاد. هذا يعني ولا يعني انه الجزائر بدات ترجع بسبب المواقف تاعها، ولا ترجع للمكانه تاعها بين الامم ولا لا؟ انتم عارفين اليوم، عارفين واش راهي بلادكم ما بين الامم، الجزائر محترمه ما بين الامم. هذا الشيء يا سي تبون واحد ما يقدر ينكره. لا إله إلا محمد رسول الله، التسجيلات كاينين، الفيديوهات كاينين، كل شيء كاين. شفناه هذا الشيء، شفناه الشيء اللي درتو مع إسبانيا، الشيء اللي درتو مع المخزن، الرئيس الفرنسي لما جاك في لما كنتوا في إيطاليا الاجتماع تاع السبعة، مجموعة السبعة هذيك، هو جا الإقامة تاعك يحلل، كذلك الرئيس تاع الإمارات، الصورة تعبر عن نفسها، هذا الشيء حتى واحد ما يقدر ينكره، لا إله إلا محمد رسول الله. ولكن السيد عبد المجيد تبون، قضية الصحراء الغربية مكشوف بها باللي طولت؟ الشعب الصحراوي ما نتخلاش عليه، تاريخ علمنا أن ما فيه شعب صغير وشعب كبير، بلاد صغيرة وبلاد كبيرة، فيه شعوب تريد أن تعيش في حرية في أراضي جدودها، ما نتخلاش على الصحراء الغربية. ولكن يا سي تبون قضية الصحراء الغربية كاين ناس، كاين ناس أنظمة دول ولا تبيع وتشري فيها، يبيعوا ويجروا فيها كيما بغاو. احنا رانا واقفين والحق لينا طول الوقت ولا يقصر. الصحراء الغربية تتحرر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله في القريب العاجل، في القريب العاجل. وهذا الشيء كذلك يقودنا باش نهضروا على القضية الأساسية اللي هي القضية الفلسطينية. كما تعرف يا سي تبون القضية الفلسطينية، احنا عندنا حساد بزاف مطولين لسانتهم، لسانتهم هاك، كل مرة يقول لك الجزائر واش دارت للقضية الفلسطينية. ونقسم لكم بالله، نقسم لكم بالله العلي العظيم، يا لو كان ساعدونا وحلوا لنا الحدود بين مصر وغزة، عندنا ما نديرو، عندنا ما نديرو. وراني توعدت والجيش راه جاهز، مجرد ما يحلوا لنا الحدود، مجرد ما يفتحوا لنا الحدود ويسمحوا للحافلات نتاعنا الشاحنات باش تدخل، باش نبني في ظرف 20 يوم 3 مستشفيات، نبعث مئات الأطباء ونساعد في إعادة بناء ما دمر من طرف الصهاينة. ايوا خوتنا، هذا هو المقطع اللي هز العالم، تصريح تاع عبد المجيد تبون فيما يخص غزة. هذا هو التصريح اللي الدولات ووسائل الإعلام العالمية، هذه الأولى، كذلك دول، راه الحاج احمد يقول لكم دول وأنظمة عقدت اجتماعات باش تدير تحليل للمعنى تاع الكلام تاع عبد المجيد تبون. بون كل واحد كيف فهمه وكل واحد كيفاش عطالو الابعاد تاعو، ولكن الحقيقه تقال. تبعوا واش راه يقول لكم الحاج احمد في هذا اليوم، تصريح تاع عبد المجيد تبون، هذا التصريح فيما يخص غزه،
راكم عارفين باللي خاوتنا كانت الضغوطات، كان مفاوضات، كان مفاوضات ما بين حماس والجانب الصهيوني في قطر الراعي في مصر في الطرق. المهم المفاوضات راه تمشي من اجل وقف اطلاق النار. ايوا هذه المفاوضات كاين ضغوطات فيها على خاوتنا في حماس، كانوا الضغوطات عليها، وكان كاين نصوص مريح كان فرض الشروط تاوعو. هذا التصريح تاع عبد المجيد تبون سيسرع من عملية وقف إطلاق النار. الحاج أحمد راه يقول لكم فيها، قولوا واش حبيتوا، ولكن وقف إطلاق النار راح يكون في القريب العاجل في الأيام القادمة. هذا التصريح تاع تبون ليه؟ لأنهم داروا حسابهم وداروا التحاليل تاعهم وعارفين واش قادرين يديروا الجزائريين، عارفين الجزائريين واش قادرين يديروا، لانه الحاله طالت، الحاله طالت. تفتح الحدود يا خويا، درتوا وقف اطلاق النار، احنا نبنوا 3 مستشفيات في 20 يوم كما قال عبد المجيد تبون. على كل حال وهذا الشيء قالوا لما زار معرض الجيش الى تذكروا، وحنا هضرنا عليه او عاود كروا. كاين ناس كذلك قال لك اودي حمله انتخابيه، حملة انتخابية يا خاوتنا. الناس اللي تقول حملة انتخابية، يا هل ترى المآسي انت خاوتنا في غزة نديرهم حملة انتخابية؟ يا هل ترى أول مرة تبون يهضر على فلسطين وعلى غزة؟ لو كان أول مرة قال ما قال سيدي حملة انتخابية، ولكن تبون راه هضر على القضية الفلسطينية أكثر من اللي راه هضر على الشعب الجزائري. هاو نهضروا بكل صراحة، القضية الفلسطينية عند الجزائر قضية مبدع، قضية عقيدة، قضية عقيدة. قال له حملة انتخابية، واش من حملة انتخابية يرحم بابكم؟ يا هل ترى الجزائريين يديروا حملة انتخابية بلا وسائل الإعلام تقول لك حملة انتخابية؟ ها راه الأخ حسن يفان الإعلام تاع فلسطين على المنصة. احنا ما نديروش الحملات الانتخابية بمآسي إخواننا، لا خاوتنا. احنا رانا نبينوا للعالم باللي سواء رئيس، سواء مترصح، سواء شعب، سواء حكومة، دولة، جيش، شعب، كاع الناس، القضية الفلسطينية قضية عقيدة وقضية مبدأ. نعاود نكرر تصريح تاع تبون رايح يسرع عملية وقف إطلاق النار. ليه؟ كاين ضغوطات ذروك الضغط انتقل للطرف الآخر، كاين الصوص بفضل هذا التصريح. ليه؟ لأن الناس راهي خايفة من الضربة تاع إيران. أيوا الأمريكان ولا جماعة الحلفاء تاع كاين الصوص خايفين من الضربة تاع إيران. إيران راهي تقارع الوقف إطلاق النار. أيوا إلا قلعت الجزائر موراها كاين دول واحدة أخرى تقلع. إذا القضية تاع الحرب ماشي رايحة تكون في الشرق الأوسط فقط. ايوا هما راهم دايرين حسابهم، الامريكان والخبراء تاعها كاين النصوص والحلفاء تاعو كاع دايرين حسابهم. ولذلك خاوتنا ما زلت نكرر وحصوا على هذا النهار، الايام القليله القادمه سيعلن عن وقف اطلاق النار، وقف دائم، وقف دائم بشروط تخاوتنا تاع حماس. تفكروا هذا النهار والنهار اللي ديروه، نهار اللي ديروه وقف إطلاق النار، تفكروا واش قال لكم الحاج أحمد باللي تصريح تبون راح يكون عنده دور كبير في وقف إطلاق النار على خاوتنا في غزة. قبل ما نختم على القضية تاع التصريح تاع تبون على قضية تاع غزة خاوتنا، بغيت نطرح سؤال فقط. الناس اللي كانت تقول حملة انتخابية وكل واحد وعد بعض التأويلات وكاع، على كل حال نطرح عليكم سؤال وجاوبوني. أعطوني رئيس عربي، أمير عربي، ملك عربي قال واش قال عبد المجيد تبون. أعطوني واحد فيهم قال كانت عنده الجرأة وهدر كما هدر عبد المجيد تبون. يكفينا فخر أننا جزائريين. خاوتنا واخواتنا نرجعوا للحوار تاعنا مع المترشح الحر عبد المجيد تبون. سي تبون، الأزمة الاقتصادية العالمية طيح الدول وخلات دول واحدة أخرى تروح تجري تتسلف على البنك العالمي، الجزائر كيفاه؟ كل شيء اللي حبينا نديروه
درناه من أجل استقامة على البلاد بدون استدانة لأي واحد، ما يسألنا لا الكبير ولا الصغير، حتى واحد ما يسأل هذا البلاد هذا. كذلك يتبون المواقف تاع الجزائر خلق لها أعداء وخلق لها حساد، وين بغاو يكسروا الجزائر، بغاو يطيحوا لها نيفة، بغاو يكسروها. الجزائر اللي كانوا باغيين يهبطوها ويكسروا لها الخشم تاعها، صباح النشيد الوطني يدوي في باريس. هذيك لحظات تاريخية هزت كامل الجزائر. آه لما النشيد الوطني دوى في باريس والعلام العلام الجزائري طلع في باريس، يا الله يا الله يا الله، والله اللحظات التاريخية ما ينساها حتى واحد، ما ينساها حتى واحد. سي عبد المجيد تبون، الحوار معاك شيق، ولكن جينا الوقت الوقت نهاية الوقت الله غالب، ولكن قبل ما نختمه شنو هي الرسالة تاعك المترشح الحر عبد المجيد تبون؟ شهداء رحمهم الله وطيب ثراهم خلوا لنا رسالة لازم نحافظ عليها، لازم نحافظ عليها، وهذا هو الشيء. البوصلة نتاعنا، البوصلة نتاعنا اللي هتمشينا اليوم هي ما فعلوه شهداءنا الأبرار طيب الله ثراهم. فعلا الله يرحم الشهداء والله يقدرنا باش نحافظوا على الأمانة اللي خلوها لنا. آخر كلمة سي تبون. أنا تواعدت وراني شاد في كلامي، لأن احنا نقولوا الراجل يتعلق من سانه. إيه يا سي تبون، أنت راجل وإحنا رجال، أنت وعدت ووفيت، وإحنا كيما وعدناك كيما نوفو، ما زلنا واقفين معاك. ليه؟ لأنه الرجل يتعلق من سانه. إيه يا سي تبون، الرجل ينقبض من سانه. وتحية الجزائر. قبل ما نختموا هذا الحوار خاوتنا، بغيت ننبه خاوتي خاصة المتابعين والمحبين نتاع المترشح الحر عبد المجيد تبون، كان واحد الحملة راهي ماشية، كان واحد الحملة تاع حق أريد بها باطل. المفاد تحس هو أنه تبون راه رئيس، تبون راه رابح، تبون خلاص راه رئيس. هذه الحملة واش المعنى تاعها؟ معناتها يا حتى أنت يلي راك مع تبون ريح في دارك، ما كان راه تروح تفوطي باسكو تبون راه رابح. ولكن يا خاوتنا ما يغلطوكمش، ما يغلطوكمش، تبون مازال ماهوش رابح، بدليل تبعوا معنا واش قال. هنا راني مرشح طالب الثقة نتاعكم. كذلك تبعوا معنا واش قال. موعدنا ان شاء الله يوم 7 سبتمبر، الجزائر تاكل عليكم باش تمشوا كل صناديق الاقتراع. يا خاوتنا باغي نسقسيكم، لو كان تبون ضامن باللي راه رئيس يهدر هذا الهدرة؟ ما يهدرهاش. ولذلك خاوتنا ردوا بالكم، أرضوا بكم، كاين حملات كبيرة ضد المترشح الحر عبد المجيد تبون، حملات كبيرة وراها دول، وراني نقول في هذا الكلام وانا مسؤول عليه، وراها دول وأنظمة، وكاين ناس راهي تمشي في هذه الحملات. نزيد نروح لكم أبعد من هذا، من بين هذه الدول المخزن، المخزن بالدرجة الأولى. لما نقولوا المخزن نقولوا كاين الصوص، راهم ضد باش يكون تبون، ولو كان يصيبوا يقتلوه، قلت لكم لو كان يصيبوا قسم بالله ما يخلوه. المخزن ولا لا 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 لا، وكاين الصوص. كذلك فرنسا، كذلك الامارات. ما نفاجئكمش لو كان نقول لكم بلي هذا الدول كانوا ناس كانوا باغين يدعموا مترشحين، ولكن يا حسره تلعبوا مع الجزائريين، تلعبوا مع الجزائريين. كاين حقائق من بعد تجدوا نكشفوها، من بعد مع الايام نكشفوها ان شاء الله باذن الله، كل واحد نكشفوا الحقيقه تاعو. ولذلك خاوتنا ما يغركمش بالكلام تاع تبون راه رابح. هما لو كان يصيبوا غير تبون اللي ما يكونش، ولا ما تكونش هذه الانتخابات، بدليل القوات تاع الامن تاعنا والجمارك تاعنا، الاسلحه اللي قبضوها المره التاليه في ميناء بجايه. وبالمناسبه نحيوا خاوتنا الجمركيين، ونحيوا قوات الامن تاعنا والامن العسكري والمخابرات والجيش والدرك والشرطه، كاع رجال الدوله تاعنا نحيوهم، رجال واقفين
رجال واقفين، هذاك السلاح يا خاوتنا جايبينه به يضربوا الاستقرار في الجزائر باش يديروا الفوضى، باش يعني فرنسا بالمخابرات تاعها ما هيش شايفه باللي الناس رايت لهم في السلاح، ولا ما هيش شايفه باللي يا ودي فات على البور والمخابرات تاعها، ولا بصح ما يهمهاش ليا لانه فايت للجزائر. نهضروا بكل صراحه، الدولة العميقة في فرنسا ما يهمهاش لأنه هذاك السلاح ما هوش رايح يقعد فيهم، رايح للجزائر. ولذلك الضربة الموجعة اللي ادتها الحركة الإرهابية تاع الماك هذه تخليها تعود حساباتها، والناس اللي راهم مغلطينهم الحركة تاع الماك هذه ومهني وجمعته، الشباب اللي راهم مغلطينهم بالدراهم مغلطينهم بالكواعط مغلطينهم، قولوا لهم يا ودي بلادكم، يا ودي بلادكم ما تتبعوش هذه الخوانة، ما تتبعوش هذه الخوانة، بدليل أنه مهني راح لإسرائيل بالفيديوهات، مهني كذلك دار مسيرة في فرنسا مساند فيها إسرائيل ضد الفلسطينيين، بالدليل هذا خاين ولا موش خاين؟ هذا ما فيش قاع الدم وما فيش قاع ريحة الإسلام. اذا كيفاش راح كيفاش تبع انسان كيما هذا على جال كواعط ولا على جال دراهم ولا يا ودي لا يا ودي اختيكم منه، يا ودي اختيكم منه، واي واحد اي واحد راه متبعو قسما بالله غير يلقى المصير اللي لقاوه اللي سبقوه قص جماعه الماك، والله غير تلقاو نفس المصير. لذلك خاوتنا راني نقول لكم قضيه الانتخابات دول جندت لها باش تخسرها، ودول وأنظمة جندوا باش عبد المجيد تبون ما يكونش هذا العودة الثانية. ولذلك ما يغلطوكمش ويقول لكم تبون راه رابح، لا لا، تبون وين تيربح نهار اللي تنوض انت في 7 سبتمبر تنوض الصباح على كل حال ولا العشية، تروح لصندوق الانتخاب وتحط الورقة عبد المجيد تبون، فما كنقولوا تبون رابح. اما اذا تكلنا على الابواق الاعلاميه اللي راهي تغني باللي تبون رابح باش تفشل الناس، باش ما تكونش نسبه الانتخاب الاولى وباش ما يربحش تبون الثانيه، هذه ردوا بالكم منها خاوتنا. جميع انسان قال عمي تبون، جميع انسان قال عمي تبون، اعطي كلمه عمي اعطي لها حقها في 7 سبتمبر ان شاء الله، هذه كلمه عمي اعطي لها حقها. كذلك اي انسان قال راني مع تبون، انت مع تبون نهار الفوت بالورقه تاعك علاه؟ بالرئيس تاعنا صلح العهد الجايه تكون عنده قاعده جماهيريه كبيره وشرعيه شعبيه كبيره، باش اي قرار لا قدر الله يديه في ظل الظروف المحيطه واللي راهي صاريه كيما يقول لك في العالم، اي قرار يديه باسم الشعب الجزائري. هذه هي خاوتنا، تحيا الجزائر والله يرحم الشهداء. والله اعلك وصفك رائع وجميل الحاج احمد. ضروك خاوتنا واخواتنا، خلونا نروحوا للفقره اللي راهي عجبتكم وراكم تتبعوها وراهي تمشي والحمد لله، فقره مخنزيه مخزينيات، تبعوا معنا مخزينيات. مرحبا بكم في فقرة مخزينيات. فقرة مخزينيات جبنا لكم 3 فيديوهات كالعادة. تبعوا معنا الفيديو الأول في فقرة مخزينيات، تبعوا معنا شرح صاري. نصف سنة صعبة مر بها المغاربة، هذا ما كشفته معطيات اقتصادية رسمية بعدما سجلت فئات عريضة صعوبات في تدبير نفقاتها. 82% من المغاربة انخفض مستوى معيشتهم، كما أن 90% لا تستطيع الادخار، معطيات تخيف الشارع المغربي من المستقبل. الناس مساكن كتشوف واحد شي واحد كيربح 100 درهم، شنو غادي دير ليه؟ اش غادي دير ليه زعما؟ شنو غادي تعيشو ديك 100 درهم؟ ولا اللي كيشد مسكين 50 درهم ولا غارديان ولا شي حاجة. أنا هاد العام جيت كنت باغا نجلس جوج سيمانات ولا ثلاثة، حق بزاف فلوس كيمشيو 10 ايام، قلت صافي بارك عليا نرجع بحالي. ماشي 6 شهور، راه من 2020 وهي غاده وكتزيد كل عام. الوضعية الاقتصادية الصعبة ستستمر خلال النصف الثاني كذلك من السنة. 82% من المغاربة يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار، كما أن الاقتصاديين يرون أن قطاعات إنتاجية حيوية لا تحقق التحسن المطلوب.
أيوة خوذنا، هذه تقارير إعلامية، تقارير إعلامية، ما قلناش الحاج أحمد على كل حال، وفاتت في قناة إخبارية عالمية مش حتى جزائرية. أيوة 82% من المغاربة على كل حال راهم يعانوا، كذلك 90% ما يقدروش يدخروا، يعني أوضاع اجتماعية واقتصادية أوضاع صعيبة. احنا علاه رانا نقولوا هكا؟ احنا رانا نهضروا للمصلحه تاع الشعب المغربي، خلينا من المخزن نهضروا على الزواوله، على الزواوله. قبل ما نقولوا كلمتنا كذلك خاوتنا، تبعوا معنا هذا الفيديو. اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر، مباشره معكم من مدينه تيفلت. اش خاصك العريان؟ خاصني مهرجان سيدي. اشنو خاصك العريان؟ خاصني مهرجان اليوم بمدينه تيفلت. شوفوا على المونديال مشاهدينا الكرام، نحن على ابواب المونديال، مونديال 2030، كاس افريقيا 2025، وكي تشوفوا انا بالعاني زوميت على هاد البوزيزات، لان فاش جانا الاتصال وصلت لهنايا لقيت عدد من هاد الناس اللي غاديين يمشيو يسقيو. حنا امام المونديال، ما بقى لنا والو، المونديال غادي يكون، ما بقى والو، كاس افريقيا عايشي عندنا سياح من مختلف دول العالم، غادي يجي مدينه تيفلت او يدوز من مدينه تيفلت، وبالتالي لن يجد الماء. غريبه شي شويه، مدينه تيفلت ما بعيداش بزاف اخوتي المغاربه على عاصمه الانوار الرباط، تعاني من ندره في المياه. أيوة خوتنا، كي ربطوا ما بين الفيديو الأول والفيديو الثاني، النتيجة أنه الشعب المغربي راه يقاسي من نظام المخزن، ظروف صعبة، والله ما نستشفاو، والله ما نستشفاو، ونسأل الله الفرج القريب للزواولة اللي في المغرب، الأحرار الأحرار نسأل الله لهم الفرج القريب إن شاء الله بإذن الله. رانا ننبهوا ورانا نزيدوا نعطوا كما يقول لك الخاوتنا الأحرار باش يدافعوا على أرواحهم، باش ينتفضوا ضد هذا النظام. علاه؟ تبعوا معنا كاع الظروف اللي راهي صارية، تبعوا معنا واش يقول الملك. إيه هذاك هو. أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول لا يقوم بواجبه أن يخرج من بيته ويستقل سيارته ويقف في الدور الأحمر وينظر إلى الناس دون خجل ولا حياء، ويعلم بأنهم يعرفون بأنه ليس له ضمير. ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله والوطن والملك ولا يقومون بواجبهم؟ وإذا أصبح ملك المغرب غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا يبقى للشعب؟ لكل هؤلاء أقول كفى، واتقوا الله في وطنكم، إما أن تقوموا بمهامكم كاملة وإما أن تنسحبوا، فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون. راكم شفتوا يا خاوتنا كاع الشيء اللي صاري. الملك محمد السادس واش يقول؟ يقول لهم الا يخجل هؤلاء من انفسهم رغم انهم يؤدون القسم امام الله والوطن والملك، يعني ما يحسموش على ارواحهم، داو القسم قدام الوطن. وهايوا كذلك واش يقول لهم؟ لكل هؤلاء اقول كفى واتقوا الله في وطنكم. كذلك واش يقول لهم؟ إما أن تقوموا بمهامكم، لهنا رانا وصلنا لها، إما أن تقوموا بمهامكم وإما أن تنسحبوا. هذه هضرة تاع ملك، هذا المسائل اللي راه يهضر عليهم، هذا المسائل الفاسدين، هذا المسائل اللي قهروا هذا الشعب، هذا المسائل اللي تسبوا في أزمات هذا الشعب المحقور على كل حال. هذا المسائل كاع واش يقول لهم؟ ما تحسموش على روحكم، وراكم قسمتم امام الله والوطن والملك، قسموا قدامهم. ايه وش يقول لهم كذلك؟ زعما اللي ماهوش باقي وما يسكمش روحو، انسحبوا، انسحبوا واخ، انسحبوا، ما بغيتوش تخدموا، انسحبوا. وهذا المسائل شكون؟ معينين بقرارات ملكيه.
معينين بقرارات ملكية، مع نتا محمد السادس اللي ترعص نظام المخزن واش راه يقول؟ راه يقول لكم يا الشعب، يا الشعب المغربي على كل حال، رغم هذه الأزمات، رغم المجيرية اللي راكم فيها، رغم كل شيء، كاع المحنة اللي راكم فيها، هذه المسائل اللي تسبب لكم في هذا الشيء، اللي ما بغاوش يروحوا ما يروحوش. أنا قلت لهم انسحبوا، إلا ما بغاوش ينسحبوا ما بغاوش ينسحبوا، وهذا الشيء راح يشجع هذا المسائل الفاسدين وهذا المسائل تاعكم الفاشلين باه يزيدكم غبينة على غبينة. ولذلك يا خوتنا الأحرار في المغرب، السؤال يبقى دائما مطروح من طرف الحاج أحمد، إلى متى؟ إلى متى تنتظرون؟ خاوتنا واخواتنا، ان شاء الله ما نكونوش طولنا عليكم، ما تنساوش الجام التعليق تاعكم هذيك الزينه والبارطاج. هذا الحاج احمد يحييكم من الوسط للشرق للغرب من الشمال للجنوب، وما ننساوش خاوتنا اللي راه في الغربه، نحييكم كاع ونقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخر. تحيه الجزائر والله ينصر فلسطين. والله اعلق وصفك رائع وجميل الحاج احمد.